أهلا بك في دليل الجين حول كيفية ضبط مستوى الثلاجة ذوب بين متقابلين. يعد ضبط مستوى الثلاجة أمراً مهماً لضمان الأداء الأمثلي. إذا كانت الثلاجة مائلة وغير ثابتة، يجب عليك ضبط الارتفاع لضبط مستوى الثلاجة. أولاً، استخدم ميزان الاتزان لتحديد اتجاه ميل الثلاجة. بعد ذلك، حدد مكان أقدام ضبط مستوى الثلاجة في الجزء السفلي من الثلاجة. الآن دعنا نضبط ارتفاع الأرجل لضبط مستوى الثلاجة. استخدم المفك المرفق مع الثلاجة لضبط الارتفاع. لف المسمار في اتجاه عقارب الساعة لرفع الجانب الذي تقوم بضبطه. لف المسمار عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه. تأكد مما إذا كان مستوياً وقم بإجراء التعديلات إذا لازم الأمر. تأكد أيضاً من إمالة الثلاجة قليلاً نحو الخلف حتى تغلق الأبواب بسهولة. إذا لم تكن الثلاجة مائلة قليلاً للخلف، ارفع أقدام ضبط مستوى الثلاجة بالتساوي. وهذه هي طريقة ضبط مستوى الثلاجة ذوب بين متقابلين. إذا بدا أن الأبواب لا تزال غير مغلقة بشكل صحيح، فقد تحتاج إلى محاذاة الأبواب. اطلع على كيفية المحاذاة من خلال الفيديو لمعرفة كيفية القيام بذلك.